السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا اليوم في درس إدارة مخاطر الائتمان. نتكلم اليوم عن إدارة مخاطر الديون في المشاريع الصغيرة، فكثيرا من المشروعات الصغيرة لربما سرعان ما تغلق أبوابها وتخرج من السوق نتيجة عدم إدارتها للديون، فنسمع أن هذا التاجر قد أعلن إفلاسه أو أن هذا التاجر له مبلغ وقدره في السوق نتيجة تراكم الديون عليه، أو أنه أعلن إفلاسه أو ما شابه ذلك نتيجة عدم إدارة هذه الديون. فكيف بنا نعمل على إدارة الائتمان لنبقى محافظين على بقائنا في السوق ونحافظ على المنافسة ونحافظ على تطوير خدماتنا وتلبية زبائننا وتقديم خدماتنا لهم؟ يعتمد نجاح المشروع أو فشله في تحقيق أهدافه بشكل كبير على إدارته للذمم بشكل عام، إذ تختلف إدارة الذمم من مشروع إلى آخر تبعا لحجم المشروع، حجم المشروع كبير صغير، طبيعة النشاط، بقدم خدمات، بقدم سلع وما شابه ذلك، هناك تكاليف، هناك خدمات، السياسة المتبعة فيما يخص عمليات البيع وبالذات البيع الآجل. نتكلم عن البيع الآجل، أي أننا نبيع السلع ويتملكها ومن ثم يدفع في المستقبل تكلفتها، حيث إن اتباع سياسة متساهلة تؤثر بشكل كبير على الأوضاع المالية للمشروع وإدارته لها. السياسة المتساهلة إنه أي إنسان ممكن يجي بدي والله عن طريق البيع الآجل بدي أتداين مثلا، اتفضل، بدون أي إجراءات، بدون ضمانات، بدون التساهل الكثير، أي إنسان بيطلب دين شيل وحمل. لكن هنا المسألة هناك تشكل خطر على هذا المشروع، وبما أن المشروع يعمل في بيئة تنافسية يقتضي من إدارته اتباع سياسة كفؤة في عملية البيع والتحصيل للائتمان. إنه أنا بدي أبيع، ببيع بالدين، ببيع بالائتمان، ببيع بالبيع الآجل، تمام، لكن أنا في المقابل عندي التزامات، إنه أنا بدي أشتري مواد خام، بدي أشتري بضاعة، لمتى بدي أظل أبيع الناس بالدين والدفع بدون ضوابط وبدون إدارة، حيث تتم المفاضلة بين مزايا منح المشروع للائتمان وما تحمل هذه السياسة من مخاطر. فما هو الائتمان وما أنواع الائتمان وما إجراءات منحه للزبائن وكيف تتم إدارة ذمم المشروع الصغير بكفاءة؟ هذا ما سنتناوله في هذا الدرس. نبدأ الآن مع حالة دراسية واحد، ونبدأ مع ورشة تامر لتجليس ودهان السيارات. تخرج تامر من مركز التدريب المهني والتقني في مدينة جنين تخصص دهان وتجليس السيارات، حيث تلقى تدريبه في العديد من الورش الصناعية في المدينة، ثم قام بافتتاح ورشته الخاصة مبتدئا برأس مال قدره 10,000 دينار، مستثمرا مخزن يملكه بالقرب من منزله. ونظرا لكفاءة وجودة أدائه في العمل زاد الإقبال على خدمات ورشته، حيث وقعت بعض شركات التأمين عقودا معه لإصلاح هياكل المركبات المتضررة نتيجة حوادث السير، على أن يتم السداد بموجب شيكات يتم تحصيلها بعد 45 يوما من أداء الخدمة. وعلى إثرها ترتب على تامر تعيين 3 عمال، وظهرت لديه الحاجة لشراء كميات كبيرة من مستلزمات العمل كالمعاجين والمذيبات والأصباغ، وشراء جهاز حاسوب لخلط ومزج الألوان ومعدات السحب والمقصات. يتمتع تامر بالثقة في سوق العمل، حيث كان يحصل على مستلزمات ورشته بائتمان لمدة شهر من تاريخ فاتورة الشراء، ولكنه لاحظ بعد فترة من الزمن زيادة المطالبات المالية من الموردين لأثمان المواد والمستلزمات المشتراة منهم، ما اضطره إلى رفض العديد من العقود الجديدة المعروضة من شركات تأمين أخرى وتقليص التعامل المباشر مع الزبائن من المواطنين. المطلوب بعد قراءة الحالة الدراسية بتمعن أجب عن التساؤلات الآتية: أين يتمثل الائتمان في الحالة الدراسية وما أنواعه؟
تمثل الائتمان بحصول تامر على مستلزمات ورشته بائتمان تجاري لمدة شهر من تاريخ فاتورة الشراء، أي أن تامر كان يشتري المواد الخام عن طريق الدفع الآجل ليلبي حاجات ورشته. وإعطاء تامر ائتمان ضمني غير صريح لشركات التأمين التي يتعامل معها والمتمثلة في قبول شيكات يتم تحصيلها بعد 45 يوما من الخدمة. ما أهمية منح الائتمان للمشروعات الصغيرة كمشروع تامر؟ تعتمد المشروعات الصغيرة غالبا على المبيعات الآجلة في إيراداتها، فهي تشتري بالآجل وتبيع بالآجل، مما يترتب على ذلك زيادة حجم مبيعات المشاريع الصغيرة. لما واحد ببيع بالدين ببيع بالدفع الآجل، فالكثير من الناس يشترون منه لأنه يبيع بالتقسيط ويدفع بالدفع الآجل على دفعات. يساعد على احتفاظ المشروع بزبائنه، فتجد أن هذا السوبر ماركت أو هذا الدكان الكل يشتري منه لأنه يبيع بالدفع الآجل، فيحافظ على زبائنه لأنه يلبي رغباتهم. مساعدة المشروع في عمليات التخطيط لإدارة المخزون لديه، سرعان ما ينفذ المخزون لديه نتيجة الحركة النشطة على حركة المبيعات. المساعدة في التركيز على جودة منتج المشروع لتلافي مردودات البضاعة المبيعة للزبائن. السؤال الثالث، ما المشكلة الرئيسة الواردة في الحالة الدراسية؟ مشكلة إدارة الائتمان في المشروع. إدارة الديون في هذا المشروع هي كانت أكبر مشكلة، والمتمثلة في عدم المواءمة بين التدفقات الداخلة للمشروع والتدفقات الخارجة منه، مما نتج عنها عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات تجاه الموردين. أنت بتشتري بالدين وبتبيع بالدين، إذا أنت بتاخد الأموال من الدائنين اللي أنت بتعطيهم وبتقدر توفي بالتزاماتك مع التجار، فهانو عندك إدارة. لكن إذا أنا باخد من التجار وما بقدر أسد التزاماتي أمام التجار، إذا أنا بوقع في مشكلة في داخل المشروع بعدم الوفاء بالالتزامات أمام الموردين في المشروع. لماذا رفض تامر التعاقد مع شركات تأمين أخرى رغم أنها تشكل مصدر إضافي للإيرادات؟ نظرا لأن العقود الجديدة تحمل معها التزامات مالية جديدة ينتج عنها تدفقات خارجة أكثر من الداخلة، إذا استمر في استخدام نفس السياسة إنه أنا أبيع بالدفع الآجل وما بحصل على جزء من هذه الدفعات مقابل إني أنا أسد هؤلاء الموردين، مما يترتب عليها مزيدا من النقص في السيولة النقدية في الوقت الذي زادت المطالبات المالية عليه نتيجة مطالبات الموردين بسداد ما عليهم بسداد ما على تامر من مستحقات، وهو لا يستطيع أن يفي بالتزاماته أمام الموردين نتيجة بيعه بالدفع الآجل، والدفع الآجل يكون قيمته أقل من الدفعات التي يستطيع أن يدفعها للموردين. بماذا تنصح تامر من أجل إدارة ورشته بكفاءة؟ الاستمرارية في تنفيذ العقود القديمة وإبرام عقود جديدة مع الموردين بفترات ائتمان أطول تتماشى مع الائتمان الممنوح لشركات التأمين، أو الدخول في مفاوضات مع شركات التأمين لتقليص فترة الائتمان الممنوحة لهم إن أمكن. يعني هو الآن بياخد الدين من التجار الموردين بيشتري البضاعة وفترة السداد عنده 30 يوم، لكن شركات التأمين اللي بتتعاقد معه مقابل انها تدفع له نقدا بتدفع له بعد 45 يوم. ايش رأيك انت في الحل؟ الحل يا اما بنخلي 30 مساوية لل 45 او بنخلي ال 45 مساوية لل 30. ايش يعني؟ يعني اذا انا بدي أسد الموردين، بدل ما أقول للمورد أنا بدي أورد لك بعد 30 يوم بدي أورد لك بعد 46 يوم أو 50 يوم بعد ما أتملك المبلغ، أنا بجي بأسدك. أو بتفاوض مع شركة التأمين وبقول لشركة التأمين بدل ما توردي لي الأموال بعد 45 يوم وردي لي إياها عند 30 يوم، وبهذا بكون حافظ على مستوى التزاماته ووفائه بالالتزامات أمام الموردين، وحافظ على عمله وإنتاجه أمام الآخرين في تقديم خدماته. ننتقل الآن إلى سؤال علل تختلف إدارة الذمم من مشروع إلى آخر تبعا لحجم المشروع وطبيعة نشاطه والسياسة المتبعة في عملية البيع الآجل.
هنا ملاحظة: اتباع سياسة متساهلة تؤثر بشكل كبير على الأوضاع المالية للمشروع وإدارته لها، وبما أن المشروع يعمل في بيئة تنافسية يقتضي من إدارته اتباع سياسة كفؤة في عمليات البيع والتحصيل للائتمان، حيث يتم المفاضلة بين مزايا منح المشروع الائتمان وما تحمل هذه السياسة من مخاطر، في حال أنه أنا ما بدي أداين من الأصل، وفي حال لو أنا بدي أداين لازم هناك تكون في توفيق بين الأموال اللي أنا قادمة للمشروع اللي أنا بدي أتحصل عليها نقدا، وبين أنا الاتفاقيات والعقود اللي بأبرمها مع الموردين اللي بدي يوردون المواد الخام، بحيث أني أقدر أوفي بالتزاماتي مع الموردين في المقابل أنه أنا بدي أبيع أكثر وبدي أوفي مع التزاماتي مع الزبائن. فلازم يكون هنا نسبة وتناسب ويكون في إدارة كفؤة لعملية الائتمان. ما هو الائتمان؟ يعد من الأدوات الفاعلة في زيادة حجم مبيعات المشروع، خصوصا في فترات الكساد والمنافسة الشديدة في ظل الناس مع حشرة رواتب. إيش بدها تعمل؟ بدها تصير تشتري بالدين، بدها تشتري بالتقسيط، وهذا يا شباب نتيجة المنافسة الشديدة. إذا أنا ما بدي أبيع دين فلان، بدي يبيع دين فلان، رأس ماله أقوى من رأس مالي، فأنا عشان ما أخسرش زبايني ويروحوا زبائني لمشروع تاني منافس لإلي، لازم أعمل إدارة كفؤة أوازن بين التزاماتي وبين واجباتي. ما هو الائتمان؟ ائتمان هو إعطاء مهلة من الزمن للمدين لسداد ما عليه من التزامات. إنه أنا بعطيك مهلة مدتها أسبوع، مدتها شهر، إنك تسد هذا المبلغ اللي أنت أخذت مني بضاعة. بقول لك هذه البضاعة أنت بدك تدفع لي ثمنها بعد أسبوع أو بعد شهر أو ما شابه ذلك. أعطي أمثلة على سلع وخدمات يستخدم فيها الائتمان بكثرة. أصبح منح الائتمان ضرورة في ظل الظروف الاقتصادية القائمة على الإقراض والمداينة، خصوصا في بعض الصناعات الخدمية كالصيانة والتركيب وبعض السلع المعمرة كشراء الأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلي أو السلع الصناعية كمواد البناء. نتيجة ارتفاع ثمن هذه السلع يقوم البائع ببيع هذه السلع بالتقسيط. اليوم صار مشهور عن طريق البنك اللي هو بيع المرابحة. انت بتروح بتشتري من البنك هذه السلعة بمبلغ اكبر، والمبلغ هذا هو البنك بيشتري هذه السلعة. بكون هنا في عقدين للبيع: عقد عن طريق البنك انه انت اشتريت، البنك بتعاقد مع التاجر وبيشتريها منه وبيبيعك اياها بسعر اعلى مما اشتراها من التاجر، هذا من باب تسهيل المعاملات المالية وشراء احتياجات. وفي هناك من الناس من يشتري من المورد مباشرة عن طريق كفالة او شكات او كمبيالات او ما شابه ذلك، فيكون هناك الضمانات لسداد هذا التاجر ما عليه من التزامات. وهناك من الناس ما يعني سمعته الطيبة في السوق فيستدين من هذا ويقترض من هذا وما شابه ذلك بدون أي كفالات وأي ضمانات، نظرا لسمعته الطيبة ونظرا لتعامله الطيب بين في المجتمع يتم استدانته ويتم إقراضه بناء على هذه السمعة الطيبة. الأساس الذي تقوم عليه عملية منح الائتمان؟ تقوم عملية منح الائتمان بالأساس على الثقة بين طرفي. يعني أنا بناء على إيش أنا بدي أداين فلان؟ ليش أنا بدي أعطيه ائتمان وديون؟ بناء على أنه في ثقة متبادلة بين الطرفين، فأنا أمنت لإله هذا الراجل وأعطيته الدين سواء المانح والمتلقي. فالمشروعات الصغيرة غالبا تعتمد على المبيعات الآجلة في إيراداتها، فهي تشتري بالآجل وتبيع بالآجل. يعني هو بيشتري بالدين وبيبيع بالدين، وهنا تكمن المخاطرة على نشاط المشروع. أين تكمن المخاطرة على نشاط المشروع الصغير بالنسبة للائتمان؟ اعتمادها غالبا على المبيعات الآجلة، فهي تشتري بالآجل وتبيع بالآجل. هنا الخطر: لو الناس اللي أنا بعتهم ما أوفوا بالتزاماتهم، يعني بدل ما يدفع للدفعة في الشهر 100 شيكل دفع لي 50 شيكل، طب أنا كيف بدي أوفي بالتزاماتي مع التجار اللي بوردوا لي هذه السلع؟ فهنا تكمن المخاطرة في المشروع. ماذا يترتب على اتباع إدارة المشروع سياستي ائتمان وتحصيل كفؤة؟ بتزيد المبيعات وبتنخفض التكاليف. بتزيد المبيعات نظرا لأنه الناس بتيجي بتشتري مني بالتقسيط، فبتزيد المبيعات اللي عندي. طب كيف بتنخفض التكاليف؟ أنا من كتر ما بشتري من التجار وبوردوا البضاعة حيصير يتنافسوا فيما بينهم مين يورد البضاعة بأقل ثمن، وهذا يتوفر السيولة اللازمة لاستمرارية نشاط المشروع وسداد التزاماته.
عرف إدارة السياسة الائتمانية مجموعة إجراءات منظمة متعلقة بعمليات البيع الآجل بما يسهم في تعظيم العوائد الناتجة عن عمليات البيع بالدين وتخفيض حجم المخاطر المرافقة له. لاحظ هنا نتكلم عن إدارة سياسة ائتمانية. هذه إجراءات منظمة متعلقة بعمليات البيع الآجل بما يسهم في تعظيم العوائد الناتجة عن عمليات البيع بالدين وتخفيض حجم المخاطرة. عشان أقلل من حجم المخاطرة مثلا بيعمل سقف للدين زي ما هنتعلم في خلال هذا الدرس. في هناك سقف وحد للديون بناء عليه أنا ما بقدر أزيدك في الديون. تنبيه: التعامل بالائتمان يغني أطرافه عن تحمل الفائدة ومخاطرها. يعني أنا لما بشتري بالدين أنا ما تحملت فوائد، فلما بروح على البنك وباخد قرض وبدفع هذا القرض له فوائد مقابل أنه أنا أشتري شيء معين، أنا بدي ألزم أمام البنك بفائدة. لكن أنا لما بشتري بالدين بالبيع الآجل أنا ما بدفع فوائد مقابل اللي هو الدفع الآجل، فأنا بكون استفدت من الائتمان من الدفع الآجل. آثار الائتمان على المشروع: هناك آثار إيجابية وهناك آثار سلبية. الآثار الإيجابية في الائتمان: زيادة مبيعات المشروع من المنتجات، الاحتفاظ بالزبائن وبناء علاقات مميزة معهم. الأولى واضحة، زيادة مبيعات المشروع أنه أنا كل ما ببيع دين ببيع أكثر، بحتفظ بزبائن أنه زبائني مش هيروحوا عند التجار التانيين اللي ببيعوا بالدين. مساعدة المشروع في التخطيط المناسب للمخزون السلعي، أنه أنا عندي مخزون سلعي فبصير أخطط له نتيجة زيادة المبيعات. التركيز على جودة المنتجات أكثر من الاهتمام بالسعر نتيجة البيع الكثير على المشروع. لكن ما هي سلبيات الائتمان؟ زيادة التكاليف التشغيلية للمشروع، ومن ثم وأيضا تجميد رأس المال المستثمر في البيع الآجل. أموالي في السوق معطلة، أنا بدي من الناس في السوق مثلا 500,000 دولار مثلا. طب ال 500,000 دولار هدول لو أنا ما بعتش في الدين مش ممكن فتحت مصنع تاني؟ مش ممكن أكون شريت أرض تانية واستثمرت فيها للزراعة مثلا؟ مش ممكن أكون بالمبلغ هذا عملت خط إنتاج جديد وبعت فيه؟ إذن أنا عطلت أموالي نتيجة وجود اللي هو رأس المال المستثمر في البيع الآجل، اللي هو الأموال في البيع الآجل. تحمل المشروع لبعض الديون المعدومة، هناك من التجار من أعلن إفلاسه، هناك من الناس يعني ما قدرت أجيب منه الفلوس وصارت الحياة عدم وما قدرت أحصل منه ولا شكل. هذه اسمها ديون معدومة، يعني ما في أمل أنه احنا نستردها. الحاجة إلى رأس مال عامل أكبر، لو أنا بدي أبيع بالدين بدي يكون معي رأس مال كبير جدا بحيث أني أداين، وزي ما بدي أداين عشان أنا أوفي بالتزاماتي مع الموردين لازم يكون رأس المال تاعي كبير جدا عشان أقدر بوفي بالتزاماتي مع التجار. وإلا إذا أنا بدي أبيع بالبيع الآجل تمام، وبعت مثلا ب20,000 أو ب50,000 دينار وأنا كل رأس مالي 10,000 دينار، لكن أنا قاعد بسحب من التجار بضاعة. طيب التاجر لمتى بدي يضل يورد لك بضاعة؟ ولمتى بدي يضل يورد لك البضاعة وانت ما بتسدوش؟ حيجي لحظة معينة هذا التاجر وقف البيع، وهذا التاجر وقف البيع، يبقى أنا بدي أوصل نقطة في المخاطرة الكبيرة نتيجة الحاجة إلى رأس مال عامل أكبر، تحمل مخاطر وأعباء استبدال المنتجات نظرا لأنه مش دافع لك ولا إشي تمام. فسهل جدا انه رجع لك للضاعة وتقبلها، تقبلها ما تقبلهاش بلاش لانه انا مش دافع ثمنها. ما في اموالي معايا ان ده ما دفعت لي كاش عشان اقدر اعاقبك او اقدر اخصم منك شيكل، لا انا رجعت لك للضاعة. فصار سهل جدا انه المستهلك يرجع البضاعة ويستبدلها في كل وقت. ما هي انواع الائتمان؟ نلاحظ ان وجود نوعين من الائتمان سواء الممنوح للمستهلك أو الممنوح للتاجر، هدفهم واحد هو تسهيل عمليات بيع المنتج. أن فترة الائتمان الممنوحة عادة ما تكون قصيرة، وكلاهما يشكل نوعا من التمويل قصير الأجل سواء المقدم للمستهلك أو المقدم للتاجر. المستهلك اللي بده يستهلك السلعة، لكن التاجر اللي اشتراها مني بغرض إعادة بيعها. عدد أشكال الائتمان المغلق والائتمان الدوار المفتوح الممنوح للمستهلك. الائتمان المغلق حسابات جارية مدينة
تفتح للمستهلك لمدة 30 يوم بدون فوائد إذا تم التسديد خلالها. يعني إذا تم التسديد خلال 30 يوم بكون بلا فوائد. الائتمان الدوار أو المفتوح، ائتمان مبني على مطالبة الزبون التسديد لنسبة معينة من رصيد الشهري مع فرض غرامة على الرصيد غير المدفوع في نهاية كل شهر. يعني هناك بدي يتحمل غرامة على الرصيد اللي ما اندفعش في نهاية كل شهر. ما الائتمان الممنوح للتجار والموزعين والمستهلك الصناعي؟ يسمى الائتمان التجاري، وهو وسيلة لتسهيل الدفع أكثر منه أداة تمويل أو إقراض، ويرافق عادة إعطاء بعض الخصومات النقدية بهدف تشجيع عمليات الدفع. يعني مثلا المبلغ المستحق مثلا 1600 شيكل بعد شهرين، ممكن التاجر يقول لك تدفع اليوم 1400 شيكل مقابل أسامحك بال 200 شيكل، هنا يعتبر خصم. لكن لو لم يستحق الدفع ولكن هنا يرافق الخصم النقدي نتيجة وجود اللي هو عجز في السيولة عند التاجر الذي منح الائتمان، فبده يحصل على لو كمية من الأموال المتناثرة في السوق. نشكركم على كرم المشاهدة، ونسأل الله العلي العظيم لنا ولكم دوام التوفيق والنجاح.